خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الطالب عبد العظيم احمد اللي معانا عبر زوم والمؤهل للمنافسه في المسابقه العالميه مايكروسوفت. طبعا عبد العظيم في البدايه بنصبح عليك والف مبروك. نبارك فيك. طب قولي صباح النور. اهلا بيك. قول لنا كده في البدايه ازاي ابتديت تاهل نفسك ان انت تشترك في مسابقه كبيره زي مسابقه مايكروسوفت، يعني كان ايه الدافع ان انت تشارك فيها من البدايه؟ والله هو ناخد السؤال حته حته. طيب بالنسبه ازاي اهلت نفسي، فلا في طريقه معينه في المذاكره، في اي عمليه دراسيه بحب اول حاجه اعملها ان انا اخطط انا هذاكر ايه، بمعنى بحدد المواد المحدد المطلوب الوصول اليه في نهايه الدراسه، بحدد المواد الموجوده معايا اللي اقدر ادرس منها، وبعد كده بتخيل مع نفسي ازاي ان انا اقدر انجح في كل ده، تمام؟ وبعد كده ببدا في عمليه التنفيذ مع وضع خطه احتياطيه، لو حصلت اي ظروف اقدر ارحل المذاكره بتاعت اليوم ده، اليوم اللي فيه مشاكل او كده، اليوم اللي بعده. جميل. انت حصلت المركز الاول على مستوى الجمهوريه علشان تقدر تشارك في هذه المسابقة، خلينا نرجع شوية لورا، ازاي حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية قبل ما تروح لهذه المسابقة؟ حصدت المركز الأول لأن قدرت أجيب الدرجة أعلى درجة في أقل وقت في الامتحان بتاع سيرت بورد، اللي يعتبر امتحان معتمد من مايكروسوفت. طب عبد العظيم انت منين؟ انا من بني سويف، من الفش، من نزلة البرج تحديدا. طبعا يعني اهلا بيك. طيب قولي بقى انت ما شاء الله يعني المجال ده مجال صعب واحتياجاته كمان كتيره، ومحتاج ان انت طول الوقت تبقى مطلع وشايف ايه اللي بيحصل جديد طول الوقت، ازاي عارف بقى تعمل الاثنين مع بعض كمان يعني واحنا بنتكلم ان في مذاكره اكيد عندك؟ حقيقة أول حاجة زي ما قلت قبل كده، التخطيط أول حاجة وأهم حاجة. لو عرفت تخطط وتنسق الكلام ده في خيالك أو على ورقة، تقدر تخلص الشغل بتاع المذاكرة والشغل بتاع الكمبيوتر وأي شغل ثاني كمان. أنا كنت أحيانا كمان بطور نفسي في الإنجليزي كمان في الوقت الفاضي. وبتمرن نفسك إزاي وبتدرب نفسك إزاي وبتأهل نفسك إزاي؟ بالنسبه للتدريب والتاهيل، فكان في برنامج مقدمه لنا الوزاره اسمه جي ماتريكس عشان ندرب نفسنا على البرامج المكتبيه زي اللي هي الامتحان فيها. انت مدارس حكومه يا عبد العظيم صحيح؟ بدأت انا مدارس حكومه. وكان دخولك لقصه مايكروسوفت دي حاجه يعني بعيده عنك، وحاجز اللغه كان صعب، يعني ازاي برضو قدرت تكسر الحاجز ده علشان توصل لمسابقه دوليه زي دي؟ والله انا في الحقيقه من وانا صغير بحب الكمبيوتر، فما كانتش الحاجز الكبير جه كده، هي بس الفكره في ان انا اول مره امتحن في الكمبيوتر، بس كانت فعلا الموضوع اصعب شويه، بس التغلب عليها هو بالتدريب المستمر. طيب قلنا بقى يا عبد العظيم بالنسبه للمسابقه، يعني ابتديت تجهز نفسك ولا لا؟ ايه اللي انت دلوقتي بتشتغل عليه؟ والله انا في الطبيعي زي ما ذاكرت في السنه بدات اذاكر لوحدي لغايه ما يبدا التدريبات اللي قرر الوزاره ان احنا هنتدربها طول الشهر اللي قبل السفر، تمام؟ فلغايه الفتره لغايه ما يبدا التدريبات دي انا قاعد بجهز نفسي ان انا بسمع الناس بتحل من على اليوتيوب الامتحانات زي كده وحاجات كده، يعني حاجات سهله يعني. طبعا احنا طبعا بنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله كمان في المسابقه دي تكسب المركز الاول وتكون معانا كمان بنفسك في استوديو صباح الخير يا مصر عشان نحتفل بيك. بنشكرك جزيل الشكر الطالب عبد العظيم احمد المشارك في المسابقه العالميه مايكروسوفت بالولايات المتحده الامريكيه.